أعزائي المشاهدي ومتابعي موقع جريدة أهل مصر بكل مكان، مساء الخير على حضراتكم. معكم أمن عبد الباري مراسل جريدة أهل مصر بمحافظة الأقصر. إحنا معاكم دلوقتي بأسواق مدينة إذنة جنوب محافظة الأقصر، بنرصد مع حضراتكم أسعار الخضار إيه وهنشوف الإقبال عليها إيه من خلال لقائنا من خلال جولتنا النهاردة. زي ما أنتم شاهدين معانا كده بالظبط، الطماطم النهاردة ب 4 جنيه الكيلو، انخفضت شوية، والفلفل النهاردة ب 15 جنيه فلفل حشو، والبصل الكيلو ب 10 جنيه، والكوسة الكيلو ب 15 جنيه، والباذنجان الحشو الكيلو ب 10 جنيه. زي ما انتم مشاهدين معانا كده بالظبط، في اقبال كبير من المواطنين بسبب انخفاض الطماطم، في ارتفاع طبعا في الكوسه وارتفاع في بعض الخضار. زي ما انتم مشاهدين معانا كده بالظبط، الطماطم الكيلو بتاعها النهارده ب 4 جنيه، والبطاطس ب 5 جنيه، والخيار الكيلو ب 12 جنيه، والباذنجان الكيلو ب 5 جنيه، وفلفل الجلي الكيلو بتاعه ب 7.5 زي ما انتم مشاهدين معانا كده، وباليافطات. في اقبال كبير من المواطنين على الخضار هنا. بتشهد الأسواق خلال هذه الأيام عدم استقرار في الأسعار، ما بين في ارتفاع وفي انخفاض. طبعا زي ما عرفنا أن الطماطم الأيام الماضية كانت مرتفعة شوية، النهاردة الكيلو ب 4 جنيه، الأيام فاتت كان الكيلو نص أو 10. البطاطس كان رفع برضو، النهاردة الكيلو بتاعها عامل 5 جنيه. الخيار النهاردة رفع شوية، الباذنجان انخفض، الفلفل سعره انخفض شوية، الكوسة وباقي الخضروات فيها ارتفاع في الأسعار. زي ما انتم شاهدين كده بالظبط، في إقبال كبير من المواطنين على الأسعار هنا في مدينة إسنا. زي ما انتم مشاهدين معانا كده بالظبط، ما زلنا معاكم بنرصد الاسعار، وعرفنا الاسعار النهارده عامله ايه، واخبار الاقبال عليها من المواطنين ايه. في اقبال كبير من المواطنين على الخضروات زي ما انتم مشاهدين كده بالظبط، وعرفنا ان الاسعار النهارده ما بين الانخفاض وما بين الارتفاع، بعضها منخفض وبعضها مرتفع. ورصدنا معاكم جميع انواع الخضروات هنا في مدينه اسنا واسعارها، وعرفنا كل سلعه سعرها ايه والارتفاع والانخفاض فيها كان ايه. احنا نعرضها على حضراتكم دلوقتي تاني قبل ما نخرج، اللي هو الطماطم ب 4 جنيه النهارده، والبطاطس الكيلو ب 5 جنيه، والخيار طبعا زي ما انتم شاهدين معانا كده بالظبط الكيلو بتاعه ب 12 جنيه، والباذنجان الكيلو بتاعه النهارده ب 5 جنيه، والفلفل زي ما انتم شاهدين كده بالظبط ب 7.5، والطماطم تاني زي ما انتم شاهدين كده بالظبط الكيلو ب 4 جنيه، وفي اقبال من المواطنين، والجميع مبسوط طبعا بالسعر ده، لان الايام الماضيه كان في ارتفاع في اسعار الطماطم، اما النهارده في اقبال عليها كبير من المواطنين. زي ما انتم مشاهدين معانا كده بالظبط الاقبال من المواطنين على الطماطم، باعتبارها السلعه الاساسيه طبعا في كل منزل خاصه هذه الايام. زي ما انتم مشاهدين كده بالظبط، زي ما انتم شايفين كده بالظبط،
والفلفل عرفنا سعره ايه بالظبط، والبطاطس والكوسة والبدنجان الابيض والبصل. شكرا لكم.